عندنا نص كيلو من اللحمه المفرومه في الكفته. بنحب نفرم اللحمه ناعم، وهنا بقى يفضل ان اللحمه تكون ما فيهاش نسبه دهون كبيره. تمام، عندنا يعني 10% كفايه. عندنا عيش اللي هو عيش الصاج، بصله كبيره مفرومه ناعم، طماطميه مبشوره، عندي كمان واحد فلفل رومي مفروم، واحد فلفل اخضر حامي مفروم، ده على حسب الرغبه. معلقه صغيره من الثوم المفروم، نص كوبايه بقسماط مطحون، ومعلقه صغيره من البهارات السبعه، وملح وفلفل اسود. المقادير بسيطه والدنيا لذيذه جدا، والطريقه كمان اسهل واسهل. يلا بينا على طول. كفته عاديه جدا بشويه تحبيشات كده لذيذه، هتخلي طعم الكفته كمان حلو قوي، ومكونات بسيطه بس النتيجه ان شاء الله اكتر من روعه. هبتدي بقى ايه، احنا قلنا واحنا بنقول المقادير ان اللحمه المفرومه بتاعتنا يفضل تكون حمراء على قد ما نقدر، يعني نسبه الدهون فيها ما تزيدش عن 10%. طب ليه؟ علشان ما تكشش معايا جوه الرول اللي انا هحطها فيه، تبقى قطعه الكفته ماليه مركزها كده. تعالوا بينا يلا نحط اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق بقى كبير كده علشان نبدأ نعجن الكفتة، هحط عليها البصلاية. الفلفل، ده فلفل رومي. هحط كمان طماطمية مبشورة. معلقة صغيرة من الثوم. اتفضلي. طيب حطينا كمان فلفل حامي، طبعا ده على حسب رغبتكم، بتحبوا الحاجة سبايسي او لا، يرجع للذوق العام للأسرة. احط كمان البقسماط. ورشة من البهارات السبعة، يبقى فاضل لنا ايه؟ الملح والفلفل. دي الملح، تمام، والفلفل الاسود. وتعالوا بينا بقى نعجن المكونات دي كويس قوي مع بعض. عايزين كفته كده ايه، متماسكه. كل ما تعجنيها اكتر كل ما هتبقى متماسكه مع بعض قوي. قبل ما ابتدي اعجن واحط ايديا في اللحمه، هجهز صاج يدخل الفرن او صينيه فرن، هدهنها دهنه لطيفه كده بالزيت. بسم الله. وهنخلي الزيت هنحتاجه عشان ندهن برضو وش رولات الكفتة. حلو كده، يلا بينا بقى نبتدي نعجن الكفتة ونعمل رولات الكفتة. نعجن بقى كويس قوي الكفتة بتاعتنا. من أساسيات نجاح الكفتة، أي كفتة بتعمليها، إنك أنت تعجني المكونات مع بعض كويس قوي علشان تاخدي نتيجة حلوة جدا، وكفتة تكون كده إيه، مش مفككة ومفرولة من بعضها. زي الفل، خلاص عجننا اللحمة بتاعتنا او الكفتة بتاعتنا. مينا بقى يلا علشان نعمل رولات الكفتة. وهنعملها ازاي؟ هبتدي اجيب عيش الصاج، ده بقى متوفر جدا في كل محلات الاكل السوري اهو. انا بصراحة شلت الاطراف، بتبقى الى حد ما سميكة شوية، فانا شلتها قصتها. وتعالوا بينا بقى يلا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هاتني طرف، بصوا يعني هاخد كده، هتخن ده شوية، او يعني عشان يبقى الطبقة هنا تقيلة شوية، فهاخد تلت واسيب التلتين، واخد اللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدي اعمل بقى ايه، خط كده من اللحمة. بالشكل ده، تمام. يلا بينا بقى نقفل الرول
ونضغط بقى علشان ناخد ايه شكل اسطواني مظبوط ونلف. حلو قوي الكلام ده. وادي الاطراف هقفلها من الجنب ده ومن الجنب ده، واخدها بقى احطها في الايه في الصاج اللي انا دهنته دهنه حلوه جدا من الزيت هايل. نعمل كمان يلا. يبقى بناخد رغيف من عيش الصاج كده، وابتدي اتني تلت واسيب تلتين بالشكل ده. ناخد من الكفته اللي احنا عجناها ونبتدي نعمل كده. انا نسيت اقول لكم حاجه بقى، ان احنا مش هنحطها كده سليمه في الصاج، احنا هنعمل ايه؟ هبتدي اقطعها، اقطع رولات كده كلها بنفس الحجم بالظبط. حلو جدا. فين بقى الستكس يا جماعه؟ الستكس اوكي. بصوا بقى، ده بقى علشان تدينا شكل حلو في التقديم هنحطها في ستيكس، تمام؟ اما اجي احطها بقى، شايفين الطرف اللي هو النهايه بتاعه الرغيف دي اهي، بصوا كده تمام، هحطها كده اهي، هحطها كده وابتدي امسكها بقى ايه بالستيكس. وناخد الثانيه برضو النهايه هي اللي همسكها بالستيكس وادخل كده. شايفين الموضوع بسيط ازاي؟ بالشكل ده. اهم حاجه نقفل بس العيش عشان ما يفتحش مننا واحنا بنسوي. كفايه علينا اربعه، هبتدي ارصهم في الصاج بالشكل ده. ايه رايكم؟ شكله حلو جدا. نعمل كمان، يبقى نهايه وطرف العيش بمسكه بالستكس عشان ما يفكش مني اثناء التسويه. تمام، الحته دي كده عايزه تتظبط، والطرف كده وندخل. هايل. ودي كمان. ودي اخر واحده. يلا ونرص. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي ندخل في الستكس. اظن الموضوع سهل وبسيط جدا، ما فيهوش اي حاجه. انا بس ادور على طرف العيش عشان ايه نمسكه بالستكس كده. عايزه اقول لكم بقى، الكفته دي بيبقى طعمها لذيذ جدا جدا مع عيش الصاج كده، بيبقى مقرمش من بره والكفته من جوه حلو قوي. كمان الكفته وهي بتستوي بتبتدي تنزل كده الصوص او الصوص بتاعها والطعم بتاعها على العيش، بتخلي طعمه حكايه. يا سلام كمان لما نخلص بقى ونروح عاملين لها فحمايه، فبتبقى الكفته كانها مشويه على الفحم وطعمها حلو قوي قوي. ايه رايكم بقى كده؟ هنستمر على الوضع اللي احنا فيه ده لغايه ما نخلص كل الكميه عشان نسوي في الفرن. ايه رايكم؟ نطلع فاصل ونرجع نحط في الفرن. طيب التسويه بتبقى على قد ايه؟ التسويه على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني لغايه ما الكفته تستوي. طبعا هتستوي على طول، والعيش كمان ياخد لون ويقرمش من بره. بعد ما عملنا رولات الكفته، شفنا عجننا الكفته وايه المكونات بتاعتها، شفنا واحنا بنعملها رول في عيش الصاج، بعد كده قطعناها قطع متساويه، دخلناها في الستكس وحطيناها في صينيه تكون مدهونه بالزيت، دهناها في الاخر دهنه زيت، ودخلناها الفرن على درجه حراره 200 على الرف الوسطاني. اهي دخلت. هتبتدي بقى الكفته تستوي، تنزل الصوص بتاعها والعيش يتشربه، وناخد بقى طعم ولا احلى من كده. وبجد شكلها كمان في التقديم شيك جدا. دي كده رولات الكفته. زي ما قلنا، بعد التسويه تقدري انك انت تعملها فحمايه وتغطيها علشان تاخدي نكهه الشوي على الفحم، تطلع رهيب. بصوا بقى الجمال. ايه دي رولات الكفته بعد ما اخدت لون رهيب جدا، طلع شكلها حكايه. مش قادره اقول لكم بقى، بتبقى مقرمشه دي، محتاجه من فوق شويه. هنطلعها فوق مقرمشه ازاي من بره، والكفته بقى طريه ولذيذه من جوه، والطعم حكايه.